اليوم بتحلوي عن اليوم اللي قبله، وانا ماسك نفسي بالعافيه. خليك بقى ماسك نفسك كده لحد ما نتجوز. هو انت صحيح هتيجي تخطبني امتى؟ ما انت شايفه الدنيا ملخبطه ازاي. موضوع اخوك اللي لسه ظاهر من قريب ده، وبعدين هو انا كل ما اجي اكلمك في نفس الموضوع تتهرب مني؟ انا ما بتهربش على فكره، انا بس مستني اخلص جامعه واشوف هعمل ايه بعد كده. ده على اساس ان انت لما تخلص جامعه تتعين في الحكومه. لا، ده على اساس ان انا لما اخلص جامعه مش مستني اخد فلوس من ابويا. انت بتقول اي كلام؟ عشان انت حتى لو اشتغلت هتفضل تاخد فلوس من ابوك. مفيش مرتب في الدنيا هيكفي الحياه اللي احنا متعودين عليها. مروان، مروان انت هنا؟ جيت من الحفله بدري يعني. جدك عجز ما عادش بيوسعها من الدوشه. انت كمان هربت منها، اخواتك سالوا عليك. يا دي ام الحوار ده. خلاص انت حر بسم الله. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ مفيش، انا كنت جاي رايح شويه ونازل. نازل وسايب النور ولع؟ ما خدتش ايه في ايه؟ مالك؟ مفيش يا جدي، مالي؟ نور ولع، اوعى. خلاص يا جدي النور، النور ولع حاضر اهو. نور يا جدي. انت مش عايز اكل جوه ليه؟ في ايه؟ مفيش يا جدي، هيكون في ايه جوه يعني؟ طب اوعى، وسع وسع. على فكره بقى انا ما بحبش الطريقه دي. طب وانا هعمل لك ايه؟ انت اللي تصرفاتك غريبه. الحمد لله، بيتهيألي الحفلة كانت حلوة. كانت حلوة أوي، عشان حضرتك بس اللي عاملاها. ميرسي يا حبيبي، بس كان لازم ماما وبابا ييجوا. والله هما بيعتذروا لحضرتك جدا عشان مسافرين، بس يعني إن شاء الله قريب جدا نيجي نزوركم كلنا. إن شاء الله. عن إذنكم يا سارة. الو يا كيم. ايه؟ طب خليك مكانك، هطلع لك دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك عند رضا، انا افتحه. عرفت طريق ازاي؟ مفيش ازايك، الحمد لله على السلامة يابا. ولا انت صدقت انك انت بنوم يا علي بيه؟ تبعد ايدك حسن ولا زيها ولم عليك الناس. يابا ما تتصلبطش، الله يكرمك وقول لي ايه اللي جابك هنا. بشم هوا يا حسن. الله، ولا انا ما ينفعش اشم هوا في حته رايقه زي دي. يا ساتر يا رب. يابا ما تعصبنيش وقول لي ايه اللي جابك هنا. ولاد الحلال، اللي يسأل ما يتوهش. ما تزودنيش بقى، الله يرضى عليك وتعالى معايا سكة. مشيت وراك لما جيتني القهوة، لما تعاركت مع نصري وصبيانه. ليه؟ الله، مش ابني يا حسن ولازم اطمن عليه. طب اطمن يابا، امشي يلا اتكل على الله. استنى بس وخليك جدع عمال. ده بدل ما تقول يابا خش كلك لقمة تبر نفسك، ايه؟ ما تمرضش تربيتي فيك يا حسن. بقول لك ايه؟ ما تحورش كتير وامشي دلوقتي وانا هبقى اجيلك. كلمت بعد ما الحفلة تخلص. يعني استناك؟ استناني. ماشي ماشي يا حبيب ابوك، بس ما تعوقش، وبقت لنا لقمه حلوه كده عشان نتعشى مع بعض. ماشي يا ابو علي. ابو علي. سلام يا ابو علي. طيب استاذن انا بقى، تصبحوا على خير. وانت من اهله، بقى سلم لي على ماما وبابا. حاضر يوسف. مع السلامه يا مال. مع السلامه لينا. وصلي. يبقى سلمي لي على العالم. حاضر. انا مش عارفه هو راح فين، اختفى خالص. هو اكيد زهق من تمثيل ان هو واحد من العيله. ايه، ما هو فعلا واحد من العيله. ايوه ما انا فاهم، بس الحقيقه ان اي حد بيبص من بره شايف قد ايه هو مختلف عنكم، مهما حاول يبان ان هو مندمج وسطكم. يمكن انت عشان اخته مش هتحس بده، بس باين قد ايه هو بيعاني عشان يبان للناس اللي حواليه ان هو واحد من العيله.
بس انا واثقه ان علي قريب قوي هيعدي كل ده وهيعرف يتاقلم على العيله وعلى البيت، ومش هنا بس، في الشركه كمان. اكيد بابي هيعتمد عليه ويمسكه الشركه ويمسكه كل حاجه. وانت يا لينا؟ انا ايه؟ بسهوله كده بعد كل المجهود اللي انت عملتيه في الشغل والمهام اللي مستر راجب بيكلفك بيها يجي علي يمسك كل حاجه على الجهاز؟ مؤاخذه قطعت حواركم، انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ كنا بنتكلم عليك، كنت لسه بسأل لينا انت ناوي على ايه الفتره اللي جايه. والله لسه بدورها في دماغي، لسه ما استقرتش. انت ايه رايك؟ لا انا رايي انك ما تعملش ولا اي حاجه، بتكلم بجد والله. يعني انا لو مكانك اسافر اغير جو واتبسط اعيش الدنيا اللي انا اتحرمت منها. اكيد هيعمل كده، بس هيجي عليه وقت ولازم يفكر في مستقبله. مظبوط. طب انت بقى مالك ناوي تعمل ايه؟ لا انا طول الوقت الحقيقه مش عارف اعمل ايه ولا ايه، يعني دماغي شغاله في كذا اتجاه. يعني ممكن فجاه كده تلاقيني قمت مؤسس شركه وبشتغل لحسابي. طب نصيحه بقى من اخوك، خلي بالك عشان زي ما المثل بيقول كده لو تعرفه، يعني صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق. لا ما تقلقش عليا، انا اخر واحد في الدنيا دي ينفع تقلق عليه، لان انا عارف طريقي كويس قوي. جدع. عن اذنكم عايزك علي شويه. طب ايه، نكمل سهرتنا بره في اي حته؟ تصبح على خير يا مالك. ايه بقى يا سيدي، طمني كل حاجه ماشيه كويس؟ هو في اخبار كده مش ولا بد. طنط، ايه اللي حصل؟ ابويا عارف مكاني، لقيته واقف مستني بره قدام باب الفيلا، معرفش عيطر عليا ازاي. الله يخرب بيتك وبيت ابوك، حابب ابوظ له كل حاجه. عارف اي حاجه عن الاتفاق اللي بينا؟ معرفش. كان عايز ايه؟ معرفش برضو، انا ما اديتوش فرصه يتكلم معايا في اي حاجه، مشيته على طول. حد شافكم؟ ايه ده بقى؟ يعني سايبيني جوه لوحدي واقفين ترغوا مع بعض هنا؟ ابدا يا حبيبتي، انا كنت جاي لك اهو. يلا. طب ما تيلا. ايه يا علي؟ مالك يا حبيبي؟ هتفضل واقف كده؟ ما تيجي معانا. لا ما انا كابس عليا النوم وعايز اروح انام بس في اوضتي شويه، معلش. تصبح على الف خير. وانت من اهله يا حبيبي. مالك في ايه؟ البي مش عايز يتقدم لي دلوقتي. بقولك ايه يا قرف، انت متاكده ان مروان ما يعرفش واحده تانية؟ واحده تانية ايه بس يا مامي؟ ده حتى كل اصحابه بيقولوا لي ان البنات اللي يعرفها كلهم وان نايت ستاند، مفيش بنت بتعمر معاهم. يبقى انت لازم تغيري طريقتك مع مروان ده خالص. ازاي يعني؟ تخوفيه، تحسسي انه ممكن يخسرك، ما يبقاش ضامنك قوي كده زي ما انت عامله، يحس انك ممكن تفلتي من ايده اي وقت. يلا يا لولا شهيلي بقى، عايزين نروح. حاضر يا خالته. اخصى عليك كده برضو؟ ايه اللي ما عجبكش النهارده؟ كنت فين كل ده؟ لا يعني هو كان حد خد باله. فكك فكك. يلوك نايس النهارده يا ليلى. شكرا يا مروان. فوز انا جعان. ثواني انا هحضر لك الحاجة. اطلع اوضتك وغير هدومك وانا هبعت لك ايلين بالاكل. لا لا لا، انا لو طلعت اوضتي من غير ما اكل وشفت السرير هنام على طول. هو مش الله بينا يا جماعه ولا ايه؟ ماشي، اطلع انت واحنا هنحصلك. تمام. وانت هتمشي دلوقتي؟ هنعمل ايه يا ابني؟ احنا لسه مخلصين دلوقتي، الشغل كان كتير قوي. طب وايه اللي يخليكوا تمشوا اصلا؟ ندبتوا خلاص. ايوه مروان عنده حق يا خالته، احنا ايه اللي خلينا نمشي دلوقتي؟ الوقت اتاخر جدا. من بيت. طب وناه؟ هتسيب ناهد بيتها لوحدها في البيت؟ وهي ناهد يعني عيله صغيره يا خالته؟ انا هكلمها دلوقتي واقول لها ان احنا هنبات هنا. شيل يا ابو علي.
سيجارة يا معلم حسن. مش عايز. أنا كنت فاكر إن أنا ما خلفتش عيل من صلب يورث عني المجدحة. هتلاقيه ربنا سبحانه وتعالى مخبيه لأبو علي ابني حبيبي أبو التكاتيك المخلص. ماشي. اخلص يابا وقول لي عايز إيه من الآخر. أنا عاوز منك إيه بس يا حسن؟ أنا مش عايز غير رضاك عليا يا حبيبي. خلاص خلاص على أنت بقى خلقك ضيق ليه كده بس؟ الله. هننجز ولا أمشي؟ ينوبني من حب جانب أبو علي والمليان يكب على الفاضي. أنا عرفت بطريقتي كده إنك أنت عملت حوار على عيلة دياب وفهمتهم إنك أنت ابنهم علي اللي غايب عنهم من مدة والدغوفات أكلوها. وما دام عيشتك بقى ارتاحت معاهم أبو علي مفيش مانع يعني تبص لي أنا وأخوك كيمو بعين الرحمة والإنسانية. بص لك إزاي يعني؟ 100,000 جندي يا أبو علي عدا ونأتي ووقتي. لا والنبي دي شكلها من وانا معاك على الاخر وعامل دماغ بنت حرام صح؟ خد مني يا ابني وافهم انت دلوقتي ابنهم علي ومفيش مانع تطلب منهم قرشين شبراقه. ابا احنا مش قد اللعب مع الناس دي الله يكرمك. ما طلعنا قدها وقدود يا ابو علي والبركه فيك. هتجيب الفلوس امتى؟ الحمد لله الحفله النهارده كانت حلوه قوي. اه فعلا كانت حلوه. انا انبسطت قوي النهارده. انا بس كان نفسي علي ياخد على الجو كده ويندمج مع الناس. كنت حاسه حبيبي كانه مخضوض ومرتبك ومش عارف يتعامل مع حد. ما هو طبيعي يا حبيبتي يكون كده في الاول. علي عامل زي اللي نزل البلد ما يعرفش لغتها شهر ولا اتنين على ما يعرف ينطق بكلمه ومع الوقت هيتحول ويبقى كانه من اهل البلد. وبعدين احنا مش مستعجلين يا حبيبتي خليه ياخد وقته. طب عاجبك بقى اللي ابنك مروان عمله ده؟ ايه المشكله لو كان جه الحفله؟ ان شاء الله حتى 10 دقايق عشان ما يزعلنيش. بس الرزق من عند اللي هو فيه. واتعود على وجود علي. انا مش عايزاه بس يتعود على وجود علي. انا عايزاه يحبه زي ما علي بيحبه. انا مش هيأس وهفضل اتكلم معاه لغايه ما نرجع كلنا قريبين من بعض زي ما طول عمري بحلم. ان شاء الله يا حبيبتي. انا تعبان من الحفله قوي. محتاج انام. تصبح على خير. وانت من اهله حبيبتي. مش عارفه الجلابيه دي بقت مخنوقه عليا كده ليه؟ بيني مليت اليومين دول. بقول لك ايه يا ليلى؟ يا بنتي فكريني اجيب جلابيتين من البيت ابقى اسيبهم هنا. لولا لولا ها؟ عايزه حاجه يا خالتو؟ انا يا اختي اللي عايزه اعرف فيه ايه؟ في ايه؟ مالك شكلك مش طبيعي ليه النهاردة؟ ازاي يعني خالته؟ ما انا عادي قدامك اهو. على خالتك حبيبتك برضو. انا مش فاهمة منك اي حاجة. مش عارفة ليه كده حاسة ان في حاجة كده وانتي مخبيها على خالتك. بتقولي الغاز النهاردة هيفوز ها؟ طيب ماشي بس حاسة ان في حاجة قلبة كيانك النهاردة والحاجة دي موجودة في البيت ده. يعني حاجة بسطتك حاجة ضايقتك حاجة عجباكي. بقولك ايه يا خالته؟ انا ولا في اي حاجة ضايقتني ولا بسطتني ولا عجبتني. وبقولك ايه انا تعبانة جدا وعايزة انام. ماشي بس لو في حاجة اي حاجة هتيجي تحكيها لخالتك حبيبتك صح؟ صباح على خير يا خالته. انت مين اهله؟
عندك هنا؟ مفيش يا خالته، انا كنت بس رايحه اشرب ميه وبعدين لقيت استاذ راجي طلع من باب البيت بلبس النوم وساب الباب مفتوح. ملناش دعوه، افرضي خالد يتمشى في الجنينه يرجع يلاقينا واقفين له هنا. يلا اتفضلي قدامي. ماشي. المهم انه ما عرفش حاجه عني انا وفريد. انا لما لقيته فاكر ان انا اللي طبخت الطبخه دي جريته، بس هو ليه طلب قدام سكاته. طلب ايه؟ فلوس. كام يعني؟ 100,000 جنيه. لا بقى، ده هتجن الرسم. والله قلت له كده، قلت له ان المبلغ كبير عليا قوي ومش هعرف ادبره، بس الكلام ده ولا اخد معاه حق ولا باطل. طب وانت رايك ايه؟ انا ماليش راي يا باشا، اللي حضرتك هتأمر بيه هعمله، بس بصراحه انا خايف. حضرتك متعرفش ممكن يعمل ايه. زي ايه يعني؟ معرفش والله، احنا وحظنا بقى. بس غشيم كلب هيبوظ كل حاجه بغشمه ده. طب هو دلوقتي لو اتصل بيا وسالني على الفلوس اقول له ايه؟ قول له استنى شويه على ما تشوف هتتصرف تجيب الفلوس منين، بس ما تقطعش معاه. فوتت هي. رورو، ايه اللي مزعلك حبيبتي؟ مش عارفه ابعد عن مروان ازاي. هو ايه اللي هتبعدي عن مروان؟ انتي بس هتلعبيه يومين عشان يلف حوالين نفسه ويجيلك، هتعرفي ساعتها ان انا عندي حق. طالي هبل. صباح الخير. صباح النور. ايه ده، انتي لسه بلبس الحفله من امبارح؟ انتي ما روحتيش ولا ايه؟ لا، بيت عند مدام الهام. ايه، نمتي فين يعني؟ عند خالتي في اوضتها. انا اذنك اروح اشوف تميم. استني، مستوى تميم في الدراسه مش عاجبني، واضح ان انتي مش مركزه معاه. ازاي يا مدام؟ ده انا ما وريش غيره من ساعه ما بيرجع. انتوا اصلا ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا بتقعدوا ترسموا، انا بشوفكوا. اه بس الرسم ده بيبقى مكافاه ليه بعد ما يخلص واجباته ويذاكر كويس. الرسم ده في الاجازه وقت المدرسه المذاكره بس، فهماني؟ بس احنا كده نبقى بنضغط عليه اكتر وبنحرمه من الحاجه اللي بيحبها، وساعتها هيعاند اكتر ومش هيذاكر خالص. لا، انت بترغي كتير قوي على فكره. اللي انا اقوله هو اللي يتعمل، انا امه عارفه مصلحته. ليلى عندها حق يا نانسي، المسائل دي ما بتتاخدش قفش بالطريقه دي. اطلعي شوفي تميم. انت ازاي تقف معاها ضدي؟ ازاي تطلعني غلطانه قدامها؟ هو ده كل اللي يهمك؟ أنا اللي يهمني مصلحة ابني. أيوة، بس اللي اسمها ليلى دي طالعة فيها قوي يا بابي، فاكرة نفسها فاهمة كل حاجة، وأنت بكلامك ده بتخليها تطلع فيها أكتر. يعني عايزاه نعمل إيه يعني؟ أسمع كلام غلط بيتقال وأسكت؟ ما أنطقش عشان تنبسطوا؟ حاجة غريبة جدا. لا، أنت قول اللي يعجبك، بس بينك وبيننا مش قدام الشغالين. سوري يا حبيبتي، أنا آسف، آسف جدا. هتفطريني قبل ما أروح الشغل ولا أروح خفيف؟ ديلا! يلا يا جماعة عشان تدوقوا الأومليت اللي أنا عاملاه. يا مامي إحنا هنفرتكوا مش هندوقه. عارف يا علي، مامي أحسن واحدة تعمل أومليت وأحسن واحدة تعمل فطار عامة. شكله جميل صراحة. طالما حضرتك اللي عاملاه يبقى أكيد هيعجبني. مامي وحشني الفطار من إيدك قوي. بالهنا والشفا يا حبيبتي. بس عارفين إيه أكتر حاجة مش متعود عليها خالص؟ إيه هي؟ عمري في حياتي ما كان في حد كده مهتم بيا وبيعمل لي أكل. على طول أنا كنت بخدم نفسي. أنت بتعرف تطبخ؟ يوه، ده انا بعمل شويه اكل، مره اطبخ لكم هتتبسطوا قوي. ده هيبقى حدث يومها بقى ما اروحش الشغل. يا سلام، انت يا استاذه ما ينفعش تغيبي عن الشركه ولا يوم واحد. ما انا عارفه يا بابي، انا بقول كده بس. يا بختك انت قاعد كده ولا بتعمل اي حاجه وانا مفخوطه في الشغل ليل ونهار. صباح الخير. صباح النور. البيت. كنت فين امبارح بالليل؟ كنت عند جده. ما جيتش الحفله ليه؟ كل الناس كانت بتسال عليك. مفيش، انا بس ما حبيتش ان الحفله يكون فيها ستار تاني غيره.
انا كنت عايزك تبقى موجود، على الاقل تقف جنب اخوك الكبير. حلوه برضو. انت برضو مصمم تلعب دور الاخ الكبير، بس اللي عارفها يا معلم ان الاخوات ما بتخبيش حاجه على بعض، ولا ايه؟ انا خبيت عليك ايه يعني؟ ما رضيتش تقول لي مين كريم ده. انا مش فاهمه حاجه، هو مين كريم ده؟ كريم ده يبقى ابن الراجل اللي اتربيت في بيته، بعتبره اخويا الصغير. ساعة ما اهله ماتوا انا خدته من ايده ووديته عند ناس معرفه. ما قلتليش ليه اخوك من الاول؟ عشان انت كنت بتسالني وكانك بتستجوبني وكانك عايز تطلعنا انا اللي غلط وانت اللي صح في كل حاجه. انا كنت علي. علي انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط. لحد امتى هنفضل في التوتر ده؟ مروان انا حاسه بيك يا حبيبي، بس انت كمان لازم تحس بعلي. علي ما غابش عننا يوم ولا يومين، علي غاب 20 سنه، يعني طبيعي جدا هيبقى عنده حواديت وحكايات كتير قوي احنا ما نعرفهاش. عشان خاطري يا حبيبي، عشان خاطري اديله فرصه وادي لنفسك فرصه ان انتوا تقربوا من بعض. عشان خاطري ما ممكن تجيبي لي الزبده اللي هناك دي؟ ليه ما حكيتليش على موضوع كريم ده قبل كده؟ عادي يعني، مش قصدي اخبي عليكي ولا عليهم زي ما هو قاعد بيشرد لي. بس واضح ان انت بتحب كريم ده قوي. انت عرفت ازاي؟ يعني شكلك كده كان متأثر وانت بتتكلم عليه. بس كريم ده مش بس ابن الراجل اللي انا اتربيت في بيته يا لينا، ولا حتى اخويا الصغير ده ابني، انا اللي ربيته وانا اللي كنت شايل مسؤوليته. الدرجات دي يا علي؟ طيب بص، اول ما جنان مروان يقل والاوضاع تستقر شويه انا هتكلم مع بابي ومامي ان هو يجي يعيش معانا هنا، او على الاقل يجي لك من وقت للتاني. وانت ازاي كده؟ ازاي بتحسي بالناس وبظروفهم حتى وانت ما تعرفيهمش؟ لينا يلا عشان ما نتاخرش. اوكي بس باي باي. باي. قلنا ايه؟ الله توفيق ده اللي نعمل له حساب. انا هبعت له حد من رجالتي يخرسه، ومش يوم ولا اتنين، لا يخرسه على طول. فريد انت عارف ان انا ما بحبش اموري بالطريقه دي خالص، مش هلفت نظرك تاني. اوعى تاخد اي قرار من غير علمي حتى لو في مصلحتي. وانا ما كنتش هعمل اي حاجه للي اسمه توفيق ده غير لما ارجع لك. احنا نرمي له قرشين مع حسن، كان هو اللي قدر يدبرهم من غير ما نعرف، وبعد كده يبلغ توفيق انه لو طلب اي فلوس تاني حسن بنفسه اللي هيكشف الموضوع ليا ويهرب، ويبقى كده توفيق ما طلش اي حاجه. انا كل اللي يهمني في الموضوع ده ان انا وانت ما نظهرش في الصوره خالص، وفي نفس الوقت الحيوان اللي اسمه توفيق ده يتلهى عننا شويه بالفلوس لحد ما نفكر براحتنا ونعرف هنخلص منه ازاي، بس بطريقتي مش طريقتك. وافرض طلعت الحكايه دي كلها لعبه ما بينه وما بين حسن عشان يطلعوا منك بقرشين؟ لا ما اظنش، حسن ما يعملش حاجه زي دي. احنا ماسكين عليه ورق يوديه في داهيه، لا يمكن يلعب لعبه زي دي معانا. اللي تشوفه. الحمد لله ان تصوير البروجكت قرب يخلص. والحاجات اللي ما اتصورتش دي هنعمل فيها ايه؟ هنطنش طبعا وهننتج على كده. يا جماعه كده البروجكت هيبقى ضعيف قوي، انا سامع ان الجروب بتاع شادي عامل شغل جامد. ما نكلم الجروب بتاعنا وننزل ياخد يوم تصوير كمان، نخلص فيه اللي ناقص يعني. ايه رايك يا مروان؟ البروجكت اللي بنعمله ده وحش قوي يا جماعه، انا بحاول ادور على حاجه مختلفه يعني. مختلفه ايه يا جماعه؟ احنا مصدقنا ان احنا قربنا نخلص.
مروان انت معانا؟ نستنى انا جاي. مروان عايزك. اسكيوز مي. في ايه بقى؟ عادي يعني هيكون في ايه؟ لا مش عادي طبعا، شكلك في حاجه غلط يعني. انتوا في حاجه حصلت عندكم في البيت؟ البيت ملوش دعوه. فكر انت قلت ايه ضايقني وبعد كده نبقى نقعد مع بعض ونتكلم. انا ما بحبش شغل البنات بتاعكوا ده. عندك حاجه قوليها، ما عندكيش حاجه ما تفضليش تعملي التفاصيل دي. وانا هروح اقعد مع اصحابي. انا ماليش دعوه بكل الكلام ده. الموضوع ده يخلص زي ما بيخلص كل مره، انت فاهمني؟ مستر راجي، عدد الحالات المصابه المره دي اكبر من اي مره قبل كده. مش عارف اسيطر على الوضع. لو عايز تحافظ على مركزك في الشركه ومرتبك الضخم والبونص اللي بتاخدها كل شهر، يبقى لازم تلاقي طريقه تسيطر بقى على الوضع وتتفاهم مع العمال. انا عايز استقيل. لا انا ما عنديش الكلام ده. ما تسيبليش الدنيا معكوكه وتهرب يا راجلي. ارجوك تقفيني، انا بقيت كارت محروق قدام كل العمال. بس لو جبت حد بدالي هيعرف يعطل الحكايه شويه، بحجه انه لسه بيقرا ملفاته وبيشوف الحالات. ماشي، كمل في شغلك لحد ما الاقي بديل. امرك. لا سيب التقارير هبص عليها. في مواعيد تانية النهاردة؟ لا، مستر هشام بس كان طالب يقابلك. لا مش وقت. اقفل الباب وتعالي. ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. ما ينفعش تبعتيلي صور على التليفون. الصور دي لو وقعت في ايد الهام الدنيا هتتقلب. ايوه يعني لما توحشني اعمل ايه؟ ما انت كمان بتوحشيني، بس لازم نبقى واخدين بالنا برضو. انا عارف ان انت بتستحميني طول الوقت ودايما بتيجي على نفسك، لدرجة ان انا مبقتش عارف اكافئك ازاي على كل اللي بتعمليه معايا ده. طيب لو عايز تكافئني دلوقتي انا مستعد. سيجارة يا صاحبي. ربنا يخليك يا استاذ نصر، ربنا يخليك. براحتك. عارف الراجل اللي كان شغال على العربية قبليك اللي اسمه سيد ده؟ كان ابن حلال مصفي. الا ما تعرفش هو مش باين ليه؟ تعبان قوي والله يا استاذ نصر. ده حتى كلم راجل بيه وقال له ان هو مش هيقدر يكمل الشغل. تعبان؟ طب تصدق اول مره اسمع منك الكلام ده. ربنا يشفيه. امانه لو شفته قول له نصر السواق بيسلم عليك. اللي قول لي يا اسطى نصر، العربيات دي بتروح فين على الصبح كده؟ اهو ما بين المصانع والمخازن، تنزل شغل وتجيب غيره. وما تعرفش فين بقى المخازن دي؟ يعني عشان بس لو حاولت اوصل للباشا يعني ابقى عارف السكه يعني ما اسالش. بص بقى يا سيدي، عندك مخازن في حلوان وفي بشتين وفي وسط البلد، عندنا مخازن في كل حته. ده غير بقى المخازن السريه اللي ما حدش يعرفها من السواقين، غير عدد يتعدى على الصوابع، العبد لله واحد منهم. ناصر والله يا عيال ما اجيبلكش غطا ومخده وتعسلك شويه. ايه بس في ايه؟ قاعد تتساير وترغي وناس ان وراك نقله. تعالى معايا خلينا نخلص في اليوم المنايل ده. حاضر من عينيا. راجي
الراجل بتاع شركة جرين متضايق جدا ان احنا لغينا الميتنج معاه. كنت متوقع حاجة زي كده، بس الدنيا متلخبطة عندي اليومين دول مش فاهم. الله، طب ما تقولي يمكن اساعدك. للأسف محدش يعرف. هاي انكل محمود، ازي حضرتك؟ ها حضرتك ما ينفعش تقولي في التليفون؟